انا اعتقد الامريكان لاحظوا بانهم وقعوا في خطا، لان لما دخلوا بالمفاوضات في فيينا لم يضعوا سقف زمني محدد للمفاوضات، ولم يضعوا ايضا خلينا نسميها لائحه لردع او لائحه عقوبات في حال ان ايران ما تفاعلت بالتفاوضات الاوروبيه مع الامريكان. فما حصل مؤخرا المقترحين الحقيقه اللي ايران قدمتها للاتحاد الاوروبي او لامريكا كانت استفزازيه، يعني واحد يخليها بخانه، بيصنفها بخانه العنجهيه، لانها كانت تريد تغير اتفاقيه 2015 تتناسب مع تخصيبها لليورانيوم اليوم، وهذا مستحيل يقبل به الاوروبيين من الامريكان. لذلك حتى فرنسا مثل ما تفضلت والمانيا انصدموا انه ايران تدخل بهذا الزخم. وانا اعتقد دخول ايران بهذا الزخم هو بسبب روسيا والصين اللي هم يستخدموا طبعا ايران كورقه بالذات ضد امريكا واوروبا مقابل مشكله روسيا مع اوكرانيا ومشكله الصين مع تايوان، فيستخدمون ورقه ايران، يدفعون بايران بهذا التطرف من اجل الضغط على الاوروبيين والامريكان تقديم مساومات بخصوص اوكرانيا بخصوص تايوان. فالان الامريكان ادركوا بانه ان ايران قاعد تناور، ومن خلف ايران طبعا روسيا والصين، فبداوا يفرضون العقوبات هذه، وراح يفرضون عقوبات اكثر بعد. لانه ما اعتقد باكر او بعد باكر لما يرجعون للجوله القادمه بالمفاوضات راح يتوصلوا لاي نتائج. يعني ليس هنالك اي يعني بادره حلول او شيء من قبيل في الافق. فبالتالي انا اعتقد الامريكان راح يستخدمون المسار هذا، مسار الضغط والعقوبات والحصار على ايران، مو فقط رساله لايران انما ايضا رساله الى روسيا والصين. لكن الا تعتقد ان في هذه التحركات وهذه العقوبات مخاطره مع ايران، وان ايران ممكن ان تنقلب عليهم وتترك هذه المفاوضات كما فعلت في السابق؟ ولا نعم، ولكن اذا كانت لوحدها صح، اذا كانت هذه العقوبات بس حزمه عقوبات، يعني التكتيك هذه الوحده صحيح، ولكن انا اعتقد ان الاداره الامريكيه قاعده تستخدم عده تكتيكات. يعني مثل ما تفضلت انت الان، يعني وافقوا لاول مره من سنوات مثلا ببيع الباتريوت الى السعوديه بسبب حرب اليمن، ثانيا الاستيلاء على هذه الباخره باسلحه، هذه رساله لايران، احنا سمعنا لكم بالماضي يعني تدعمون الحوثيين من اجل مصالحنا، بس الان المعادله انقلبت. الشيء الثالث محاوله الامريكان التقرب ايضا الى روسيا والصين من اجل اقناعهم بالابتعاد بعض الشيء عن ايران، من حتى ايران توافق على المفاوضات وتوصل الى اتفاقيه اكثر يعني خلينا نقول تقبلا بالنسبه للاوروبيين والامريكان. وايضا اسرائيل بدات تلوح بالهجوم، وطبعا هي هجمت، يعني هي اسرائيل تهاجم حقيقه اخيرا في المفاعل النووي في ايران. فكل هذه التكتيكات مع بعض هي اللي تشكل ضغط على ايران، وليس فقط الحصار او العقوبات. هل ستخضع ايران؟ هي مثل ما قلت لك ان ايران هي تعاني من ازمات كثيره، ازمات بيئيه واجتماعيه واقتصاديه وماليه وحتى امنيه. مثل ما تفضلت يعني اكو ايضا هناك خلاف جديد على الحدود ما بين افغانستان وايران مثلا. ولكن انا اعتقد ايران بدعم من الصين وروسيا يعني تحاول انها تساوم من تعتقد من منطق قوه، لانه بالخلف هناك الصين وروسيا. ولكن الاشكال وين باعتقادي؟ النظام الايراني اولويته هو فقط الحفاظ على النظام، فبالتالي حتى الوضع في ايران يسوء ماليا واقتصاديا وامنيا، يستخدمون القوات الامنيه بقمع التظاهرات والاحتجاجات مثل ما حصل مؤخرا بسبب قضيه شحات المياه، وايضا الاحتجاجات في الاحواز، يستخدمون القوات الامنيه والقتل. يعني في 2019 مثل ما تفضلت في شهر 11 قتلوا اكثر من 1000 واحد في يوم واحد، معظمهم بالمناسبه من العرب في الاحواز. فيستخدمون ايضا الورقه العرقيه هذه بضرب بعض الاقليات كي يحافظوا على الاغلبيه الفارسيه خلف النظام. فاذا اولويه النظام في ايران هي الحفاظ على النظام، وروسيا والصين تنطيها هذا الدعم من اجل الحفاظ على النظام، وليس ايران كدوله انما هذا النظام.